التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح مع نائب وزير الخارجية البرلماني في اليابان الصديقة هوندا تارو اليوم، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى البلاد. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وعلى كل الصعد، ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.